قدمها أحد ضباط الجيش الذي أعلم بوجود مجموعة إرهابية هنا. المجموعة تكون قد اتخذت من هذه الأدغال ملجأ لها، وهي تعلم بقرب وصول القوات. في البداية عملية استطلاع بالطائرة إرهابية. هارة أفراد القوات الخاصة نحو الوادي في هجوم مضبوط ومحكم ليتم تبادل لإطلاق النار. بعد ساعات من هذا النتيجة مقتل المجموعة الإرهابية بكاملها والتي باغتتها القوات الخاصة وهي تحتمي بهذا الوادي. وهذه صور عن المجموعة الإرهابية وعدد أفرادها 19، ويظهر الأمير الأرقم رفاس قاتل مرضعته بحاس العبد قرب سعيدة، بالإضافة إلى كمية معتبرة من الأسلحة والوثائق ضبطتها وحدات الجيش الوطني الشعبي عند المجموعة الإرهابية.